بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة، في موضوع درس جديد بعنوان الوحدة السادسة، النص الشعري، الغراب والحجلة. سنتعلم أيها الطلاب الأكارم في هذا الدرس أن أقرأ النص الشعري بشكل معبر وسليم، كذلك أحدد الأبيات الدالة على أفكار بعينها، وأيضا أكتشف معاني الكلمات الجديدة. إذن درسنا بعنوان النص الشعري، الغراب والحجلة، النص الشعري، الغراب والحجلة. أيها الطالب الكريم، قبل البدء بالدرس أعرض لك هذا السؤال. من خلال عنوان الدرس النص الشعري، الغراب والحجلة، اختر الإجابة الصحيحة بما يناسب الصورة أمامك. انظر، الصورة أمامك تشير إلى طائر الغراب. أحسنت. طيب، نريد الآن مجموعة من الجمل هنا، أي من هذه الجمل يتناسب مع صورة طائر الغراب؟ الجملة الأولى: يتميز الغراب بأنه طائر أليف. التي تليها: يتميز الغراب بلونه الأسود. والتي تليها: يتميز الغراب بقوته في الصيد. فأي هذه الجمل يتناسب مع الصورة الظاهرة أمامك؟ ها، هل الجملة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ ها، هل تعرف؟ أحسنت. الجملة الثانية: يتميز الغراب بلونه الأسود. أحسنت، يتميز الغراب بلونه الأسود. أحسنت. الآن أيها الطالب الكريم، سنبدأ بالنص الشعري. رأى غراب حجلة تدرج لا مستعجلة، طابت له مشيتها لما رآها مقبلة، وود أن يمشي كما تمشي معدا أرجله، حاول لكن لم ينل من مشيه ما أمله. هنا أيها الطالب الكريم، مجموعة من الكلمات كما تظهر أمامك في الصورة، والتي هي ملونة بلون مغاير. فعندي الكلمة الأولى حجلة. ما معنى حجلة؟ الحجلة أيها الطالب الكريم هي طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار والرجلين، طيب اللحم. إذن هو طائر، هذه الحجلة هي طائر، إذن تعد من الطيور. طيب، تدرج، ما معنى كلمة تدرج؟ ها، هنا مكتوبة أمامي تدرج بمعنى تمشي. نعم، أقول الحجلة تدرج إلى منزلها مثلا، أو إلى عشها، فتدرج هنا بمعنى تمشي. طيب، هنا عندي كلمة أخرى، كلمة طابت. طابت له مشيتها، ها، ما معنى كلمة طابت؟ قلنا حسنت وراقت، يعني راقت للغراب وحسنت له مشية الحجلة، فحب أن يقلدها. وود، ما معنى كلمة ود؟ ها، ود تمنى. نعم، كلمة ود بمعنى تمنى. إذن هو ود بمعنى تمنى أن يمشي كما تمشي الحجلة. الكلمة الأخيرة الملونة عندي أمله، لم ينل من مشيه ما أمله. أمله بمعنى رجاه وترقبه، يعني وكان يرجو ويترقب أن يفعل شيئا ولم يستطع له. إذن يقول في شرحنا لهذه الأبيات أن الغراب أبدأ إعجابه بمشية الحجلة، كذلك تمنى الغراب أن يمشي مثل مشية الحجلة، وأيضا حاول الغراب تقليد مشية الحجلة لكنه لم يستطع. إذن نخلص من هذا أن الغراب حاول عندما أعجبه مشية الحجلة أن يقلدها، تمنى ذلك ولكنه لم يحصل على الشيء الذي كان يؤمله، وهو أن يقلد مشية الحجلة. نكمل: وعاد يمشي مثل ما اعتاد فكانت مشكلة، ونسي المشي الذي اعتاد فعض أنمله، وبات بين الطير مما حل فيه مهزلة، الطبع لا يغلب والتقليد في الناس بلة.
هنا أيها الطالب الكريم كلمتين نريد التعرف عليها. اعتاد فعض أنملة، ما هي الأنمل؟ أنمله، نعم هي رؤوس الأصابع التي فيها الظفر، رؤوس الأصابع التي فيها الظفر، هذه هي اللي نسميها الأنامل، نسميها الأنامل. الكلمة التي تليها مهزلة، مما حل فيه مهزلة، ما معنى كلمة مهزلة؟ سخرية واحتقار، نعم مهزلة بمعنى سخرية واحتقار. الآن نقوم بشرح هذه الأبيات. في هذه الأبيات حاول الغراب أن يعود لمشيته لكنه نسيها، المشية التي كان يمشيها والتي خلقه الله عليها، حاول أن يعود إليها لكنه نسيها. أيضا تحسر الغراب على تضييعه مشيته، لذلك هنا يقول ونسي المشي الذي اعتاد فعض أنمله، يعني تحسر الغراب على أنه أضاع مشيته التي كان يمشيها سابقا. أيضا صار الغراب مستحقرا بين الطيور، صار مهزلة بين الطيور تستحقره وتضحك عليه وتستهزئ به، لأنه بدأ يمشي مشية لم تكن أو لم يكن يمشيها من قبل. الطبع لا يغلب، أي إنسان ما طبع على شيء فإنه لا يغلبه التطبع. قال والتقليد له مساوئ، ينبغي أن يحذر الإنسان من التقليد، لا بد أن يحذر الإنسان من التقليد، بل يكون على طبعه الذي اعتاد عليه. الآن أتأمل الصورتين المصاحبتين للقصيدة ثم أسمي الطائرين في المشهد الأول. انظر، الصورة أمامي بها طائرين، هل تعرف ما هما هذين الطائرين؟ انظر، هذا طائر وهذا طائر آخر، فهل تستطيع أن تسمي هذين الطائرين؟ أحسنت، الغراب والحجلة، ممتاز، الغراب والحجلة، أحسنت. أيضا نأتي إلى الصورة الثانية التي كانت في النص ومصاحبها القصيدة، عليها سؤال: ما سبب ضحك الطيور من الغراب في الصورة الثانية؟ ما سبب ضحك الطيور من الغراب في الصورة الثانية؟ انظر، هذه هي الصورة الثانية، لماذا هنا الطيور تضحك على الغراب؟ لماذا؟ أحسنت، مشية الغراب المائلة التي صار يمشيها خلاف مشيته الحقيقة. إذن يقول ما سبب ضحك الطيور، مشية الغراب المائلة خلاف مشيته الحقيقية. الآن أيها الطالب الكريم أجيبوا عن الأسئلة التالية. سؤال أول: بما أعجب الغراب وما الذي تمناه؟ الغراب أعجبه شيء، ما هو؟ وأيضا تمناه، فما هو؟ ما الذي أعجب الغراب؟ ما الذي أعجب الغراب وما الذي تمناه؟ شرحناه قبل قليل، ماذا قلنا؟ أحسنت، أعجب الغراب بالحجلة وتمنى تقليد مشيتها، أعجب الغراب بالحجلة وتمنى تقليد مشيتها، أحسنت. السؤال الثاني: أحدد الخطأ الذي وقع فيه الغراب، ما هو الخطأ الذي وقع فيه الغراب؟ هل تعرف؟ هو أخطأ خطأ نسي معه مشيته الأصلية، فما هو هذا الخطأ؟ أحسنت، غير مشيته بمشية لا يستطيعها، أراد أن يقلد مشية الحجلة فغير مشيته التي طبع عليها والتي كان يمشي عليها دائما. إذن الخطأ الذي وقع فيه الغراب هو أنه غير مشيته بمشية لا يستطيعها. السؤال الثالث: فشل الغراب في محاولة العودة إلى مشيته الأولى، أبين السبب من وجهة نظري. برأيك أيها الطالب الكريم لماذا فشل الغراب في العودة إلى مشيته الأولى؟ نعم، لنسيانه مشيته الأولى، نسي مشيته الأولى لما أراد أن يغير مشيته الأصلية ويقلد الحجلة، فأدى ذلك إلى أنه نسي مشيته التي اعتاد عليها. السؤال الرابع: أبدي رأيي في موقف الطيور الساخر من مشية الغراب، ما رأيك أيها الطالب الكريم في موقف الطيور التي باتت تستهزئ بالغراب وتضحك عليه؟ ما رأيك في هذا الموقف من الطيور؟ هل هو موقف جيد؟ أحسنت، ليس جيدا هذا الموقف، لماذا؟ إذ الصحيح توضيح خطأه، خطأ الغراب، ونبين له أنه أخطأ، وتسليته على ما أصابه من حزن. هو
وقع في مشكلة أو في مصيبة وحزن فيها ينبغي أن نواسيه في هذه المصيبة التي حلت به، وأيضا عدم السخرية به، لا ينبغي السخرية من الآخرين فيعافيهم الله ويبتلي ذلك الإنسان أو ذلك الطائر الذي سخر بغيره. إذن نقول الموقف ليس جيدا، إذ الصحيح توضيح خطئه وتسليته على ما أصابه من حزن وعدم السخرية به نأتي إلى السؤال الخامس، ما الموقف الذي ترى أنه يتوجب على الطيور أن تتخذه؟ ما الموقف؟ ماذا نقول للغراب وغيره من الذين يقلدون ويغيرون؟ ماذا نقول لهم؟ أعم أن يلتزم كل طائر بما أودعه الله فيه من صفات، أحسنت. الآن أيها الطالب الكريم، حدد الأبيات التي توافق كل معنى من المعاني التالية، نستعرض الأبيات. الآن عندي البيت الأول والثاني والثالث، ونأتي إلى المعنى الأول، الغراب يعجب بمشية الحجلة. أي الأبيات الذي يدل على هذا المعنى أن الغراب يعجب بمشية الحجلة؟ أي الأبيات، الأول أم الثاني أم الثالث؟ برأيك؟ أحسنت، الثاني، طابت له مشيتها لما رآها مقبلة. هنا يتضح لنا إعجاب الغراب بمشية الحجلة. الآن نأتي إلى الجملة الثانية، ندم الغراب على تقليده الحجلة. أي الأبيات أعلاه يناسب هذا المعنى في هذه الجملة؟ ندم الغراب على تقليده الحجلة. أي الأبيات الذي يناسب هذا أو يناسب هذه الجملة؟ ماذا نقول؟ أحسنت، البيت السادس، ونسي المشي الذي اعتاد فعض أنمله. إذن هذا هو البيت السادس، هو الذي يدل على هذا المعنى. أحسنت، نأتي إلى الجملة التي تليها، الطيور تسخر من مشية الغراب. الطيور تسخر من مشية الغراب، أي الأبيات أعلاه يبين لنا هذا المعنى؟ أحسنت، هو البيت السابع، وبات بين الطير مما حل فيه مهزله، أحسنت، نأتي إلى الجملة الأخيرة أو المعنى الأخير، العبرة التي استخلصها الشاعر. أين ذكر العبرة في قصيدته؟ هل من هذه الأبيات؟ أين نجد العبرة من هذه القصيدة؟ هل تعرف؟ أحسنت، البيت الثامن، الطبع لا يغلب والتقليد في الناس بلى، أحسنت. الآن أشرح البيت الأخير واستنتج العبرة. البيت الأخير، الطبع لا يغلب والتقليد في الناس بلى. هل نستطيع أن نشرح هذا البيت؟ شرحناه قبل قليل. هل نستطيع؟ أحسنت، ما ينشأ عليه المخلوق وما يركبه الله فيه من صفات لا يمكن أن يغيره أو يغلبه التقليد، ما خلقك الله عليه وركبه فيك فلن تستطيع أن تغيره أو أن تقلد أو أن تغلبه بالتقليد. أحسن، نأتي الآن إلى العبرة المستخلصة من هذا فنقول، أحسنت، للتقليد مساوئ كثيرة لذا يجب تجنبه، الإنسان ألا يهتم بتقليد الآخرين بل إنما يطبق ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك تقليد الناس فيما ليس فيه فائدة ولا ينفعه في دنياه وآخرته. تقويم، من خلال ما تعلمت أختار الإجابة الصحيحة مما يلي، تعد السخرية بالآخرين من مساوئ الأخلاق، تعد السخرية بالآخرين من محاسن الأخلاق، تعد السخرية بالآخرين أمرا مقبولا عند الناس. أي هذه الجمل صحيح؟ هل تعرف؟ أحسنت، تعد السخرية بالآخرين من مساوئ الأخلاق. أحسنت، تعلمنا في درسنا النص الشعري الغراب والحجلة، تعلمنا أن المشكلة التي وقعت هي إعجاب الغراب بمشية الحجلة ومحاولة تقليدها، وأيضا أن النتيجة أنه لم يستطع أي غراب تقليد مشية الحجلة ونسي مشيته.
العبرة وجوب الرضا بما قسمه الله للمخلوق من طبع وصفات، والحذر من التقليد. والحذر من التقليد. أحسن. مراجعنا كانت كتاب المعلم والطالب والتطبيق النحوي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.